docteur. Allô. 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 Allô, docteur. إذا ألو دكتور مع زميلة أسماء زروان، مساء الخير. مساء الخير زميلي بدر الدين. إذا موضوع اليوم سيكون حول داء السكري، لأن رمضان قريب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العدد الثالث من الفقرة الأسبوعية ألو دكتور، التي تعنى بالصحة. مثل ما قال زميلي بدر الدين، رمضان قريب ومرضى داء السكري بحاجة إلى نصائح. معنا الدكتور محمد العيفة، باحث ومختص في داء السكري. مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. وأيضا معنا عقيلة سلهاب، مختصة أخصائية غذائية. أهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام، نزولا عند رغبة وطلبة مشاهدينا الكرام، نخصص عدد اليوم لمرضى السكري، ونتعرف على نصائح علمية وأسس ثابتة تفيدنا جميعا. فمن منا ليس لديه فرد من أفراد عائلته يعاني من مرض العصب السكري، ومن منا لم يشهد معاناة المرضى مع الصيام. في الشهر الفضيل القريب يتبع جل الجزائريون الأقاويل والنصائح العشوائية العامة، فبدلا من استفادة مرضى الداء من النوع الثاني من صيام الشهر، يجدون أنفسهم في معضلات صحية هم في غنى عنها. ولا حديث عن المشاكل الصحية التي يقع فيها مرضى النوع الأول، أي من يستعملون الأنسولين إن أصروا على الصيام طبعا. فكثرة النصائح تذهب التركيز عن برنامج صيام مناسب وصحي لكل فرد. استنشق جاني على فكرة الدرك. استنشق كنت ما تنين ضغطها وبنتي ثاني بيناتهم واحد 6 شهور هكذا. الان جيت عن شوكولا ثم اللي ثق بلي حتى عند طبيب قالوا لي تيني با نورمال. نهار حتى عند طبيب صبني بلي عندي سكر. ديبي سيتي ديفيسيل اون اني قلت لك ما تقبلتش باسكو جيتي اون بيرسون سبورتيف فوالا ما تقبلتهاش. Donc je savais que je vais dépendre de quelque chose, chose que je ne dépendais de rien du tout. Docteur Mohamed Al-Aïfa, منذ أعوام ونحن نتحدث عن النصائح التي نوجهها لمرضى السكري، وأيضا كيفية الإفطار في شهر الفضيل، لكن الواجب المهني يفرض علينا فتح بلاطوهات مثل هذه للحديث عن هذه المخاطر. ولا ننسى أن الجزائر تسجل مئات الحالات الجديدة خصوصا في وسط الشباب. دكتور، في البداية قبل الحديث عن إفطار المريض، لو تحدثنا عن داء السكري، تعريف داء السكري، ونتحدث أيضا عن النوع الأول والنوع الثاني بالتفصيل. بالنسبة للداء السكري، الداء السكري كما هو معروف أو الأكثر شيوعا هو النوع الأول اللي يخص عادة الأطفال والمراهقين، والنوع الثاني اللي يخص الناس ابتداء من 35 سنة فما فوق. بالنسبة للأول الأسباب مختلفة والعلاج أيضا مختلف. بالنسبة للأول السبب نتاعو ستون مالادي أوتويمين، يعني أنه الإنسان الطفل أو المراهق يفقد قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين تماما، وتتم هذه في فترة قصيرة جدا. على هذيك العلاج عادة هو علاج، أو في كل الأحوال هو علاج بالأنسولين، يعني حقن الأنسولين مباشرة، لا يوجد علاج آخر في هذه المرحلة على الأقل، لأن الأنسولين غير موجودة. بالنسبة للنوع الثاني هو يكون فشل تاع البنكرياس لنسبة معينة اللي توصل عادة إلى 50% وحتى أكثر. هنا رح يبقى الإنسان ينتج الأنسولين تاعو، على هذيك في مرحلة أولى على الأقل ماهوش محتاج الأنسولين، ولكن محتاج إلى أقراص وأدوية متنوعة تعاونوا على خفض السكري، لأن السكر في حد ذاته أو المرض السكري الخطورة تاعو تكمن فيما يترتب عنه، ولكن ليس في المرض في حد ذاته، لأنه السكري المرتفع باستمرار في الدم يؤدي إلى بعض المضاعفات الخطيرة اللي راح تقيسه بعد سنوات. لذا أهمية العلاج المبكر، كل ما كان العلاج جيد ومتوازن
كل ما بتعد الإنسان عن هذه. طيب المخطط. أسمع ربما قبل استقبال الاتصالات الأولى الاتصالات دكتور في هذه النقطة، لأنه الإشكال ربما يعي كل الذين يعانون من هذا الداء بأنه يجب عليهم أخذ الأنسولين، لكن المشكل في التوقيت وربما في كثير النصائح الكثيرة التي يستقبلونها من الأقرباء أو من حتى من بعض المختصين. يعني سؤال خاص يعني توقيت أخذ الدواء هو عادة دواء، شوف كاين الدواء كاين ما نسمى أي دواء سواء يكون أقراص أو أنسولين، عندنا ما يسمى بلا دومي في دا ميديكامون. دومي في دا ميديكامون هو عبارة عن الدواء عندما يدخل الجسم شحال يقعد في الجسم. كاين أدوية تذوب أو تروح بعد 6-8 ساعات، كاين أدوية تقعد إلى 12 ساعة، كاين أدوية تقعد 24 ساعة. على هذيك عندما يعطيك الطبيب دواء يقول لك ثلاث مرات فلتعلم أن الدواء هذا بعد 6-7 ساعات ما بقاش، إذن يجب تجديده. إذا كان قال لك مرتين فمعناها يقعد حتى 11-12 ساعة، وإذا كان لك مرة واحدة في اليوم فمعنى هذا الدواء هذا يبقى 24 ساعة باش نتجدد. وهذه أمور من المفروض تكون مفصولة من البداية عند المرضى باش ما يقعش ان سور دوزاج، أو يقع أيضا العكس تأخذ دواء بكمية أقل. لكن هو الصيام ربما هو اللي يجعل هذا بالنسبة للصيام. هنا أنا جاوبتك بطريقة بصفة عامة للأدوية، يعني لا دومي في دا ميديكامون. الصيام تختلف الأمر، لأن الصيام عندما نجوز الصيام، هنا هذه المرحلة الأولى اللي تمنون نتكلموا عليها من يصوم، عندما يجاز الصيام طبيا، عندما يكون مجاز طبيا يقع إعادة توزيع الأخذ تاع الدواء اللي يصبح مربوط بوجبتين. رمضان عنده خاصية أنه عنده وجبة أساسية وعنده وجبة ثانوية، صحيح. إذن فالعلاج هنا أيضا رح يأخذ هذا بعين الاعتبار، على أساس أنه تكون عادة باش ما نكونوش يعني عموميات، عادة تكون الكمية الكبيرة على الأدوية في الفطور والكمية الأخرى في السحور. دكتور قبل ما نغوص في فطور الصائم لدى المريض السكري نستقبل اتصال عبد الحفيد من برج بوعريج. مساء الخير عبد الحفيد. عبد الحفيد أنت على المباشر، تفضل. تفضل عبد الحفيد، الدكتور يسمع فيك والأخصائية أخصائية التغذية تسمع فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الحفيد من فضلك خفض لنا صوت التلفاز، سمعنا من الهاتف. أنا سعد دكتور. تفضل عبد الحفيد بسؤال. السلام عليكم. الحمد لله. لبأت ولا. تفضل عبد الحفيد، يمكن أنك تقدم سؤالك للدكتور، هو في الاستماع مباشرة، تحدث مع مباشرة. حبيت نسأل بك دكتور برك. تفضل لو يسمع فيك الدكتور. وي راني نهضر، انا قلت لك حبيت نسأل الدكتور برك. تفضل لو يسمع فيك الدكتور عبد الحفيد بسؤالك، تفضل بسؤالك. أنا عندي سمان كي صبحت عندي ضربت على روحي، لقيت عندي شويه سكر. ايوا عندك النوع الاول والنوع الثاني عبد الحفيد. طلع لي شويه سكر ومن بعد راه يهبط على كل حال، يعني راه في جرام و60 جرام و40 راني مع الادويه وما على باليش، انا ما تولدش لي على كل حال، ندير كونت ديال لي زرا لي ما كاش لا سمانة هذي عندي اي شوكه كذايا ما تجي بخبر حتى لقيت واحد السكر. نعم. سؤال ما هو سؤال؟ سؤال حبيت نشوف نصائح تاع السكر كذا، باسكو نحنا ما عندناش في لافال ما عندناش السكر. نشوف ما على باليش تعش، المهم يشوك كذا. نعم شكرا لك عبد الحفيظ. هذه السؤال يتكرر كثير، يقول لك الانسان باللي انا ما عندناش السكري في العائله وجاني على شوك. لازم يعرف الانسان باللي الشوك او الصدمه العصبيه او الحياتيه او الاجتماعيه هي ان فاكتور ديكلونشون فقط، عباره عن مسبب وليست السبب. والفرق ان فاكتور ديكلونشون يا فاكتور كوزال، سي كان فاكتور ديكلونشون يكون اصلا انت مؤهل لهذا المرض، موجود هذا المرض ويستنى فقط في ظروف معينه ليظهر. لان الانسان هذا بالذات لو يقول لو عندي شوك، لو يشوف حياته كامله احتمال تعرض دي شوك اكثر من هذه، ورغم هذا ما كانش مهيئ جسمه، ما كانش مهيئ باش لا مرضي تبان.
ما عندما بانت فهي موجودة. النقطة الثانية ما كانش في لافامي، هذا لا يعني انه لي ديابيتيك كامل لازم يكونوا كامل دي ديابيتيك، العائلة اولادهم وبناتهم وهذا ايضا لا، يعني هناك احتمال، هناك يعني اكتساب. يحب يقول كاينه عائلات تكون فيها سكريين ياسر لكن ما همش كامل يا ديابيتيك، والعكس كاين عائلات ما كانش فيها دي ديابيتيك ما يقدر يخرج نعم. واحد زوج ديابيتيك. اذا القاعده ماهيش ما فيهاش نوع من نعم. يعني فوالا ما مش كافيه. دكتور نستقبلوا ايضا انشغال ابو زكريا قبل ما نتوجهوا ليك عقيله، تكلمينا قليلا عن التغذيه وعلاقتها بالجسم والامراض ايضا. ابو زكريا من عين البيضاء، مساء الخير ابو زكريا. مساءكم بالخير، واش حوالكم؟ الحمد لله. تفضل، عندك سؤال فيما يخص عدد اليوم من الو دكتور؟ انا عميه، بغيت نهضر مع الدكتور. بارك الله فيك. فيك بركه، تفضل لو يسمع فيك دكتور. مساءكم بالخير اسيدي. مساء النور، الله يعاونكم وبارك الله فيكم على الحصة. اهلا. الو، تفضل سيدي، تفضل كلم اطرح السؤال نتاعك. يا دكتور يرحم والديك، انا راني مريض بالسكر نوع ثاني، عندي براتيكمون عام درك ملي صبت بالسكر. نعم. وراني كي نعمل هذوك لي زاناليز نتاع لي طوا موا تخرج لي لاش بيغليكي عادية بنسبة 4.6. جيد. سؤال راك تسمع فيا؟ نسمع فيك. السؤال نتاعك وشنو؟ بارك الله فيك. درك انا نحب نفهم يا هل طرش هذا الانسان اللي عنده هذه النسبة هذه تاع 4.6 اسكو يعتبر ديابيتيك او لا؟ نعم. شكرا لك ابو زكريا. بون، سؤال جيد، على اساس انه الحاله هذه لي رابورتي بار بليزيور باسيون، اللي خاصه اذا كان عنده السكري قريب كما الحاله تاع السيد هنا قال لك عندي غير سنه. لازم نعرف باللي عندما تكون السكر في السنه الاولى لازم له متابعه خاصه، لانه احتمال يكون الخلل اللي وقع، هناك احتمال يكون الخلل ثانوي، يعني انه السكر سيكوندير. يا كما تكلمت توتالور تكلمنا عن ديابيت تيب 1 تيب 2، لازم يعلم الجميع انه هناك دي ديابيت اخرين غير هما اقل وجودا، كاين ديابيت مودي، كاين ديابيت سيكوندير، كاين عده انواع ولكن نادره جدا فما نتكلموش عليها بزاف. نعم. الوغ حسب الارقام تاع الاخ، ارقام ممتازه جدا، يقول لي الهيموغلوبين غليكي في حدود 4 فاصل. فهنا واش معناها؟ معناها انه راه السكر تاعو راه قاعد ينخفض. هنا راح نلعبوا على زوج حوايج، يا اما المداخيل تاعو بالنسبه للاكل اليومي ضعيفه، في الحاله هذه الدواء يقدر يولي ان بو بلو فور كو ليكيليبر، او العكس احتمال يكون الدواء هو لو بلو فور دو لا سيتوياسيون. عاده الطبيب نتاعو عندما نلقوا ارقام من هذا النوع، بالإضافة لوتو سيرفيانس غليسيميك اللي هو أخذ مش فقط السكر التراكمي الهيموغلوبين غليكي اللي هي نأخذها مرة في 3 أشهر، نديروا معدل السكر نتاعو الصباح أجان لمدة معينة، والمعدل تاع السكر بعد ساعتين بعد الوجبة لمدة معينة، ونحصلوا على معدلات أخرى. لكن الطبيب يعني أوتوماتيكمون الطبيب إلا شاف باللي الأرقام هابطة بزاف يقدر إعادة النظر في العلاج وإعادة النظر أصلا في سبب نعم المرض. نعم، استشارة طبية جديدة لازم تكون. قبل ما نستقبلوا اتصال عبد القادر من العاصمة، سيدة عاقلة فقط لو تحكي لنا علاقة التغذية بالأمراض، ماذا يمثل الغذاء بالنسبة للجسم؟ باش نبدأ، الغذاء أساسي للجسم تاعنا، احنا نسحقوا الغذاء باش نعيشه، لكن كل إفراط يولي موفي، يولي خطر لنا. نعم. كما يقول لك الداء من المعدة. دونك الغذاء نسحقوا الفيتامينات وكل حاجه من الغذاء، لكن كل افراط خاصه الدسوم والسكريات يولينا في امراض، ماشي خاصه مرض السكر لكن امراض عده امراض اخرى. سيده عقيله فقط، ونحن على بعد اسابيع فقط، اسبوعين ربما على الشهر الفضيل، في ناس تتساءل عن نظام غذائي، يتكلموا عن فطور صحي، فطور سليم للمرضى السكري وسحور ايضا، لو تعطينا في نقاط ما يمكن اكله اخذه وما لا يمكن اكله واخذه. نعم. ديجا بور كومونسي، اللي عنده داء سكري ماشي معناتها ما لازمش يحس روحه منفرد جابد روحه على العائله، لازم يقعد مع العائله تاعو في الطابله، لكن هو وحده يولي يتحكم في نفسه ويعرف الحاجه اللي مليحه والحاجه اللي ماشي مليحه.
بوغ كومونسي ديجا الحاجه اللي لازم يتفاداها هما القليان الزيت بزاف. اسمحي لي سيده عاقله لو نبداو من السحور تاع الليله الاولى. سحور ما عليه ان يتناول؟ نعم السحور لازم ياخذ سكر بطيء. واش معنى السكر بطيء؟ النشويات خصوصا هذه. وعلاش تشد له طول النهار باش ما يجوعش؟ خاطر السكر السريع اللي هي الحلويات اكسيتيرا هذوك يتحرقوا وما يجوع الانسان. السكر البطيء مثلا عنده يقدر ياخذ الكسكس كما يقول لك مسفوف تاعنا بشويه زبيب فريمون يرش زبيب ماشي يعمر. ولا عنده المسفوف تاع الشعير مع شويه جلبانه وزيت زيتون. ولا كاس حليب مع طرف خبز يدير فيه شويه زيت زيتون شويه فرماج ولا وياكل. المفيد حاجه اللي تشد له ماشي لي فلان مثل. لا ينصح ايضا بالمشروبات الغازيه وينصح بشرب الماء من 8 الى 10 لترات. الماء المفضل نورمالمون نتناولو لتر ونصف في النهار بصح في رمضان ديجا تكون سخانه دونك دو بريفيرونس ياخذوا لترتين. ياخذوا لترتين بين الفطور تاعهم والسحور باش يخلفوا واش يكونوا عرقوا. ديجا الماء مليح لكاع الناس كسوسوا عندنا السكر ولا ما عندناش وخاصه اللي مرض بالسكر لازم عليهم يخلفوا هذاك الماء اللي راح لهم في النهار تاعهم تاع الصيام. فقدنا اتصال عبد القادر لكن عندنا محمد من باب احسن. مساء الخير محمد. مساء النور وبارك الله فيكم على الحصه ونشكركم فيك بابك. معنا حاضر معنا الدكتور محمد العيفة وايضا اخصائيه في التغذيه عقيله سلهاب. هل في سؤال فيما يخص موضوع العدد؟ السؤال انا في عمري 60 سنه. الله يبارك تفضل. يبارك فيك. مصاب بالسكر منذ 18 سنه. نعم. وذوك راني بالانسولين وكذا ولكن هذوك ولا وركايبي الدم ما يمشيليش مركايبي تحت رجليه ما يمشيش. ما نقدرش نوقف نهبط الدروج وعلي الحال نمشي ما نقدرش نمشي. كي الطبيب نتاعي قال لي بلي الدم ثم العروق بداو ما يشركليش الدم. نعم. دوك هل الحمامات ملاح ولا ما يعني كاش نصيحه وربي يحفظكم ان شاء الله. لا قبل ما اكمل معنا يعني معاكم تفضل. انت السؤال خاص بالسكري انت متعود انك شحال دير الانسولين في اليوم؟ يا اذا نشيلين انا السكر تاعي يطلع ندير 48 في النهار الصباح و48 العشيه وعند العشاء ندير 50 وهذاك تاع العشره ندير 50 باش نرقد. والصباح كي نعير نلقاه 180 210 208 عندي السكر تاعي يطلع. جيد. ها جيد. اذا اللي سكي سوت اوزيو دابور انه يستعمل في كميات كبيره تاع انسولين. الوزن الوزن تاعك الوزن تاعك شحال عندك فكره على الوزن؟ الوزن 87. فوالا جيماجين انه ديجا عنده ان بوا زايد على اساس انه يستهلك في كميات كبيره تاع الانسولين. اول شيء اللي هو معروف هو غير معني برمضان على اساس انه كميات كبيره. لا سمحت ما رمضان تقدر تنصحني لنصوم ولا لا؟ باسكو لا لا انت غير معني واش يخليوني نصوم. لا انت غير معني سيدي جوستومون بالك سؤال هذا نتكلموا ندخلوا له شكون المعني وشكون ماشي المعني من الجانب العلمي. بالضبط. اذا انت غير معني لان اول شيء كميات الانسولين تستعمل عده مرات في اليوم معناها راك معرض مش فقط لارتفاع السكري ولكن ايضا لانخفاض السكري وايضا انك عندك الجسم تاعك يسحق هذه الكميات في اوقات محدده وهذا ما نقدروش نستغنوا عليه. ويعني وزيد بزياده عندك امراض اخرى بما انك عندك اضطراب في الدوره الدمويه الى غير ذلك فاحتمال كبير انك راك تستهلك في ادويه اخرى خاصه عندي القلب عندي دواء عظيم. فوالا جيماجين فوالا هذا يعني اذا انت فقط يجب الالتزام بالعلاج نتاعك ويعني وممكن في حصص اخرى عندما نتكلم على السكري بصفه عامه واللي مش مربوط بالضروره برمضان ان شاء الله تستفيد من نصائح اخرى هذا على الاقل. رمضان واش رمضان الدكتور ما نصومش. انت غير معني سيدي انت غير معني تماما ربي يعطيك صحتك فقط. نعم شكرا لك محمد الدكتور. لو تجيب الناس شكون علميا معني بصيام الشهر الفضيل شكون ماشي معني بالصيام؟ الو في المطلق كل لو ديابيت تيب ا اذا كان انسان يعني السكر نتاعو يستعمل في الاقراص 90% من الناس اللي يستعملوا في الاقراص يقدروا يصوموا. ما قلناش 100% لانه كاين حالات حتى ولو يستعمل في الاقراص مي عنده امراض اخرى ما تخليهش يصوم. لانه عنده ادويه لازم لها توقيت محدد. لازم نعرفوا باللي رمضان عندنا فيه خاصيه ان رانا نصوموا 17 ساعه
ونفطروا فقط 7 ساعات. إذن في 7 ساعات ما تقدرش، إذا كان أدوية مثلاً تستعمل 3 مرات في اليوم ضروري في 24 ساعة ما تقدرش تستعملها في 7 سوايع. قلنا نفطر نشرب ونزيد عاود نشرب 10 تاع الليل ولا 11 بعد التراويح نزيد نشرب في السحور، لكن هذه الفترة كاملة 7 ساعات ويبقى الجسم بدون علاج لمدة 17 ساعة. نعم. كاين أجسام لا تستطيع تحمل هذه الأشياء وتخرج بمشاكل أخرى. زيد بالإضافة إلى أنه كاين ناس عندهم مثلا مشاكل تاع ضغط الدم ولا، فهنا يتعرضوا للديزيدراتاسيون يشيحوا من الجسم وهنا التعرض هذا يقدر ينخفض. إذا الرأي يرجع للطبيب المعالج، الطبيب المعالج هو اللي يعرفك. لازم تعرفوا أنه عندما نقولوا الإنسان ما تصومش راهي مسؤولية أخلاقية كبيرة بزاف. نعم. ما نزمش تقول نعم. باللي راهي سهلة أنه نقولوا الإنسان ما تصومش بمقام نعم. الفتوى يعني تقريبا. إذا بالك الفتوى والمفتي حتى يكون رجل دين يعطيك عدد من الشروط يقول لك لازم يكونوا متوفرين باش ديرها. أنا نخرج شروط، أنا هو اللي نحكمها، أنا اللي نحكم في الشرط ونحكم في القرار، فهي مسؤولية كبيرة. نعم بالفعل. قبل ما نشوفوا تقرير حول دعوة الأطباء والأخصائيين في التغذية لزيارة الطبيب قبل حلول الشهر الفضيل من أجل تحديد برنامج ونظام غذائي يتبعوه مرضى داء السكري، نستقبل أولا اتصال وانشغال ناصر من بني مسوس. مساء الخير ناصر. ناصر أنت على المباشر، تفضل. ناصر أنت على المباشر. ناصر يبدو أنه إذن المتصل ناصر بعيد عن 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 الهاتف. ربما قبل نذهب إلى تقرير أسماء ونعود إلى الحديث عن نظام التغذية مع الدكتور عقيلة. لما نتحدث على نظام التغذية هناك كثير من النصائح كذلك للمرضى السكري، ويتم الحديث على بعض أنواع السكريات، سكر ثنائي، سكر أحادي، مجموعة من الأطعمة. كيف يمكن أنه الكبير خاصة في السن أنه يمكن أن نقنعه أنه ما يأكلش مثلا مادة معينة أو وجبة معينة؟ ما نقدروش نمنعه كومبليتمون حاجة، مي لازم يعرفوا الناس اللي عندهم مرض السكر ديجا يعرفوا الحاجة اللي مليحة والحاجة اللي ما يش مليحة. بصح نهار اللي حبوا يأكلوا حاجة عجبتهم ولا لازم ينقصوا من حاجة واحدة أخرى، ما لازمش لي زاسوسياسيون تاع زوج حوايج اللي يكونوا مسكرين ولا. دوك نهضروا باغ اكزومبل على ان غوبا تيب في رمضان، نهضروا على كل باسكو ديجا في رمضان سي ريش الماكلة كاع اللي عندنا بزاف القليان، عندنا بزاف الحلاوات وكامل. تما يلزم يعرفوا بلي كي يتشهاو كاش حاجة اذا كلاو من هذه ما يلزمش يزيدوا من هذيك. فقط عقيلة، هل في اختلاف بين النظام الغذائي أو الأغذية اللي يتناولها المصاب بالنوع الأول والمصاب بالنوع الثاني؟ هل في اختلاف؟ با فورسيمون، لا. لازم برك يعرفوا باللي للزوج يتفاداو توسكي الدسم، الدسم بزاف، سكريات بزاف، والعجين بزاف، هادو هما اللي يطلعوا لنا بزاف السكر في الدم. نعم، شكرا ليك. ندعو المشاهدين الكرام لحضور هذا لمشاهدة هذا التقرير الخاص بأخصائيين يدعون المرضى مرضى السكري لزيارة الطبيب قبل حلول الشهر الفضيل. تتضاعف أعراض الأمراض المزمنة أحياناً مع صيام أصحابها في شهر رمضان، لذلك يقدم الأطباء جملة من الإرشادات المناسبة لتجنب العديد من المشكلات والاضطرابات خلال الصيام لمن يصر عليه. أنا من الأول كي بداني السكر كنت نصوم، ما كنتش على بالي بلي ما لازمش نصوم، كي بداني صغيرة كنت شوية شوية، هذاك الوقت ما كنتش ما عنديش أعراض، من بعد بانوا لي بلي طلع لي شوية السكر لعيني، تقصت كوميم شوية، بون لو اسمو ليران كاع ما الحمد لله، مي تقصت شوية في عيني، عرفت بلي ملي لي كومبليكاسيون تاع الصيام اللي صرات لي هكذاك، أنا واش يصرى لي كي نكون صايمة يحبط لي كامل السكر، ندير إيبوغليسيمي، إيبوغليسيمي العشية تطلع لي إيبرغليسيمي، عاود يطلع لي، هو هذاك اللي طلع لي، صافي تقصت شوية في عينيتو. الأطباء يؤكدون على ضرورة زيارة المريض لطبيبه المعالج قبل دخول شهر رمضان لتحديد الخطة العلاجية، فمقدرة المريض على الصيام تعتمد على الحالة الصحية ومستواها. الديابات هي مرض مزمن عنده أعراض خاصة له،
وخاصة كي يجي في فصل الصيف راح يمد كذلك أعراض خاصة بالفصل الصيف. ما بين هذه الأعراض كاين نعرفوا حنايا اللي هو ينشف الإنسان في رمضان لأنه ما يشربش طول اليوم، ولهذا يدي به إلى ينشف السوديس دغات اللي هو كذلك حيكون سبب في ظهور خطورة في الجسم هذا المصاب بالداء السكري. ما بين أخطارهما حنا نقول الثرومبوز هذا الدم تاعو يتجمد مما يسبب في الجلطة القلبية وجلطة الدماغية. ينصح النوع الأول من المرضى الذين يعتمدون على الأنسولين بمراجعة الطبيب لتحديد مواعيد الوجبات والصيام وضبط مستوى السكر في الدم مع جرعات الأنسولين، لأن أخذ المريض لكميات دون المطلوبة يضر به. أما النوع الثاني فيستفيد جيدا من الصيام عن طريق تنظيم السكر وضبطه، إذ قد يكون في المراحل الأولى من المرض أو قد يكون على وشك الإصابة به. إذا ناض مع الصباح وصاب السكر تاعو تحت 0.70 هنايا بالإشكال يفطر بسرعة، وإذا كان السكر تاعو مرتفع إلى 3 غرامات ما فوق في هذه الحالة الإنسان راح يفطر كذلك، لأن إذا بقى بيسنى الفطور راح يدهور الحالة ويدي به إلى الخطورة مما يسمى إلى الكوما اللي هو نعرفه باللي يدي إلى الوفاة. لازم الماء حتى يشرب لتلتين إلى تلتلات لازم يدلهم وقت من الفطور حتى السحور. يحذر الأطباء إذن من بعض العادات الخاطئة في الشهر الفضيل، مثل اعتقاد البعض أن الإكثار من تناول الطعام يؤدي إلى الشبع لفترة طويلة، مؤكدين أن ذلك مفهوم خاطئ، بل بالعكس فإنه يؤدي إلى الجوع المبكر، لأن السكريات تتسبب في إفراط الأنسولين فيما بعد، فيقع المريض في دوامة من الاضطرابات الصحية. زميلي بدر الدين دكتور السيدة عقيلة، قمنا بصبر لآراء، وكان سؤال طرحناه على المشاهدين الكرام أين تأكل وجباتك، نطلب المخرج يعطينا النتائج على الشاشة. الإجابة كانت 20% من الناس تأكل في البيت، 5% يأكلون في المطاعم، والواقع الخطير يقول لك 75% يأكلون في الوجبات السريعة. دكتور وسيدة عقيلة، تأثير هذا الأكل السريع على ارتفاع السكر، نشوفه في السهرات الرمضانية، الناس توجه في السهرات ويقوموا بالأكل طيلة الليلة، شواء أكل غير صحي، تأثير هذه الأكلات السريعة على ارتفاع السكري وعلى نظام المنتهج خلال الشهر الفضيل. لازم نعرفوا ديجا بلي الغذاء لازم نتناول الغذاء في أوقات الوجبات، ماشي ملي يدن وحنا ناكلو حتى السحور، هكذاك ماهوش مليح. حتى اللي عنده داء السكري واللي ما عندوش لازم نتناولو، نكونوا منظمين هذيك الماكله تاع دايما برا، ومن بعد اللي عندهم داء السكري من بعد رمضان كيجيبو جوستومون لي زاناليز للطبيب تاع لا غليكي هذيك يلقاه مرتفع جدا، خاطر هذيك الماء ماهيش مليحه. مليح نتغدى نفطر مليح ومن بعد عندي سحور، مي هذيك الغذاء وخاصه هذاك الغذاء دائما حلو بزاف، فيه الدسوم نتاع برا وما على بالناش ديجا اصلا واش فيه، كاين حوايج اللي ما على بالناش. هذه النقطه بالذات طرحنا السؤال الثاني، الوجبات السريعه تتميز بكثره ماذا، والاجابات كانت على هذا الشكل، يعطينا المخرج الاجابات. الناس على بالها انها فيها سكريات بنسبه 30%، دهون بنسبه 60%، الملح 10%، والألياف تقول الناس أجابوا أنها فيها 0%. هذه الأكلات السريعة، تعليقك سيدة عقيلة أنه الناس على بالها أنه هذا الشيء مضر فيها هذه النسبة العالية من الدهون ربما الغير مستحبة، وتقوم بالأكل هذا باستهلاكها. نعم، هذه طبيعة تاع الإنسان، لأننا طنك ما نمرضوش ما يحسش، يقول لك فالا، يقول لك الموت وحدة كما لي مريض يقول لك الموت وحدة، مي فالا الكيفية كيفاش بعد الإنسان يعيش، ما لازمش نقعد ناكل ونقول الموت وحدة. جو ريبيت انكور كو سوا اللي عنده مرض السكر ولا اللي ما عندوش، لازم يا سيدي حبيت ناكل نحب هذوك الحوايج نحب هذاك الأكل السريع خطرة،
حبيت ناكل تشهيت ناكل هذيك الخطره وشنو هذاك النهار لازم نحرق السكر تاعي ندير حركه كبيره مي هذوك طبايع تاع كل يوم اي مضره جدا لانها يجوا مضاعفات ماشي غير السكر يجوا مضاعفات اخرى. ربما قبل ما نتحدثوا دكتور في النقطه الاخيره نستقبلوا اتصال نتحدثوا قليلا عن الشروط ومتى ايضا نوقفوا الصيام. الشخص يكون صايم وقتاش نقولوا له ستوب هنا لازم لك تاكل. نستقبلوا اتصال وانشغال اخير بني مسوس ربما اتصال مصطيف مساء الخير. عبد الحكيم مصطيف مساء الخير انت على المباشر تفضل قول اسمعنا من تليفون من فضلك استمع الينا من الهاتف. عبد الحكيم ربما انقطع الاتصال. دكتور نتكلم قليلا في اخر محطه من العدد من البرنامج نتكلم عن شروط اللي لازم يتبعها الصائم المصاب بداء السكري وايضا متى نقول للشخص انه لازم يتوقف في وقف الصيام تاعو. هذا بطبيعه الحال يخص الناس اللي اصلا هم مصرح لهم بالصيام. اذا عندما تكون مجاز في الصيام فمعنى هذا هذه ليست اجازه سي با اون كارت بلانش. مش معناها راح تصوم في كل الظروف وفي كل الحالات. هناك مؤشرات عاده يعطيها الطبيب المعالج. المؤشرات هذه عندها اول شيء هو لا بريز تاع لو بريليفمون تاع لو سون يعني لي غليسيمي اللي يهزهم لازم كيقيس لازم يجد ما بين تحت 0.70 يجب ايقاف الصوم فورا. 0.70 كمؤشر خطوره حتى بعدم وجود علامات خارجيه. تسمح لي الدكتور فقط في ناس ما عندهاش مرض السكري تقيس السكر تسيبو انه السكر هبط لها نتكلم عليهم في الدوزيام فولي. هادو الناس مش سكريين كاين ناس ايفيكتيفمون عندهم زيبوغليسيميك يصوم كاين لكن الور دابور بور لي ديابيتيك انفيريور ا 0.70 غرام بار لتر il faut arrêter tout de suite le jeûne لازم يتوقف. ايضا مش فقط لازم يتوقف حتى عندما تكون السكر اكثر من 3 غرام بار لتر يجب يتوقف خاطر كاينه واحد الفكره شائعه عند الناس يقول لك انا نصوم علاش يصوم باسكو هو عنده دائما السكر تاعو طالع بزاف يقول واش نصوم في الفايده واش يهبط في الفايده يهبط ل 2 غرام وعلاش خلي نبروفيتي من رمضان. لازم يعرف باللي فوق 3 غرام وعندما تكون ما عندكش مداخيل تقدر تطيح في ان كوما دو سيتوز يعني لي كورسيتونيك يقدر يتكونوا يتكاثروا وهذه المرجعيات الخطيره في السكري لان احنا لا نرضى بالسكري عندما يرتفع ولا نرضى به عندما ينخفض. العمليه عمليه توازن مستمره. لكن عندما بعض الناس يقول لك انا اني مالف توقع لي حتى 0.80 ولا 0.70 لازم يعرف عندما يصوم الجسم نتاعك ما عندوش القدره على التعويض وعند ايضا عند كاين عند الناس خاصه المسنين ما عندهمش قدره على احساس بالليبوغليسيمي بارفوا يطيح له السكر وما يفيقش به لانه كاين واحد لي سيت تقدر تقول ولا لي ريسبتور في الجسم هما اللي ينبهوا الانسان يعطوه هاك الارتعاش العرق الاحساس بالجوع. هادو من العلامات ما همش موجودين كامل عند الناس كامل وهنا الخطوره ويقدر يطيح في نيبوغليسيمي. اذا لازم يقيس في كل مش كلها يعني على الاقل مرتين في اليوم بار اكزومبل عاده بعد السحور مش مشكل غير مطروح لانه راهو كي غير راهو كلا مثلا في بعد الظهر مثلا يقيس مرة وخاصة قبل الإفطار. كاين نقطة أساسية نضيفها هنا إذا كان الرقم هذا مثلا 0.70 هابط لو يبقى دقيقة للأذان يجب أن يفطر لأن الدقيقة هذه قدر يقع فيها أشياء كبيرة جدا في الجسم. سمح لي دكتور ماذا عن الناس الطبيعية اللي ما عندهاش ماشي مريضة بدأ السكري ويهبط عندها السكر إلى عادة شوف الناس اللي يطيح لهم السكري في رمضان وهم ما همش سكريين عادة هما الناس عندهم اختلالات هرمونية في مشاكل أخرى عادة في الغدة الكظرية أو في الكورتيزول أو في بعض الاختلالات خاصة مثلا بالمرأة اللي عندها هرمونات نسوية إلى غير ذلك. هنا من المفروض هذه الأشياء يجب أن تصلح قبل رمضان لأنهم رح يتعبوا هما أيضا رغم أنهم مش سكريين ولكن مجرد أنهم يتعرضوا للهيبوغليسيمي ما يتحملوهاش ويقدر في بعض الأحيان هادوما أيضا ناس ما نخلوهمش يصوموا حتى ولو يكونوا ما همش سكريين. دكتور نقطة أخرى أيضا قبل الختام في بعض الناس
صايمة على طول النهار، لما تتناول الفطور تتناول بكميات كثيرة ربما. هل الكميات السكريات اللي ندفعوها داخل جسم الإنسان، هل ممكن أنه في هذه اللحظة ممكن تكون سبب مباشر للإصابة ربما لا سمح الله بداء السكري؟ مباشر يعني نشوفوا غثيان، نشوفوا أعراض بعد الأكل. لازم نعرفوا باللي كاين مش فقط كاين الناس طبيعيين، كاين الناس طبيعيين وكاين الناس سكريين وكاين ما بينهما. وهذوما الناس اللي عندهم هذه العلامات هم الناس اللي زانتوليرون غلوكوز. زانتوليرون سون دي جون اللي يطلع عليهم السكر عندما ياكلوا فقط، اما في الحالات العاديه تلقى السكر تاعو يعني هذا. لازم نعرفوا نقطه، شوف هذه اساسيه انا نشوفها، انه رمضان هو كله فوائد، كله فوائد، ولكن للاسف طريقه الشيء اللي ناكله في الليل ينحيها الفائده تاع رمضان. احنا على مستوانا الانسه سلهاب انا تجيني يعني مباشره للعياده وتقوم بدروس من هذا النوع للمرضى السكريين بطريقه دوريه باش تعطيهم مثل هذه العلامات هذه الاشياء بالذات. نعم، لان الطبيب ما يقدرش يمد كل العلامات، النيوتريسيونيست يعطي الاضافه الحقيقيه. موضوع متشعب نتواصلوا فيه الاسبوع القادم ان شاء الله. فقط قبل الختام، عقل في اسئله كثيره تطرح على الاطعمه المجمده، ولو أنه خارج موضوع العدد، هل فعلا الأطعمة المجمدة تفقد المكونات الغذائية اللي فيها الفيتامينات المعادن اللي فيها؟ لا لا تفقد، نقدروا نتناول أغذية مجمدة لأننا نعرف تاني الإمكانيات لا فيون باغ اكزومبل فريش ولا مجمدة ماشي كيف كيف، نقدروا نتناولوا مجمدة فيها الفيتامينات وفيها. هذا فقط لكي يطمئن مشاهدينا الكرام. بهذا زميلي بدأنا نختم العدد. صحيح الموضوع على كل حال يطول فيه النقاش. شكرا جزيلا أسماء، كذلك للدكتورين على حضوركم معنا. إذن بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام برنامج المسائية مباشرة إلى قسم الأخبار ونشرة الخامسة.